السلام عليكم. يمكن في اوقات الواحد كده كويس؟ او عايزك تيجي هنا يا كابتن قدام المهندس. صواب فين يعني؟ سايب ممكن تقف فين؟ كويس؟ اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. يعني في اوقات طبعا بتبقى الدنيا الكلمات فيها بتبقى مش ما بتبقاش عارف او محضر حاجه معينه، يعني غير ان انت تقول ان عشان نقعد القعده ديت او ان الجامع ده كله موجود او الناس دي كلها حريصه انها تكون موجوده، اكيد الحدث بيبقى كبير جدا. وانا قبل ما اتكلم على حسام بتكلم كمان على النادي الاهلي. يمكن احنا نادي طول عمرنا بنحاول وبنجتهد عشان نكبر ولادنا ونبقى عندنا حرص جامد جدا جدا انها اجيال بتسلم بعض، وان الدنيا كلها بتبقى ماشيه بالشكل ده، عشان كده قيمه ومكانه النادي الاهلي بتبقى موجوده. وان انت بتلاقي لعيب عنده قدرات او مهارات او امكانيات فنيه، وكمان بتدور على الصفات الشخصيه بتاعته. فانا مش هتكلم كتير على حسام، ان كلنا عارفين مين هو حسام غالي، لكن اتمنى له كل التوفيق في حياته اللي جايه. زي ما كان انسان هايل جدا على المستوى الفني والمهاري، ان شاء الرحمن خطواته اللي جايه باذن الله تكون على نفس المستوى باذن الله تعالى. فان شاء الرحمن يوم 11 ده هيبقى يوم جميل ان شاء الله. ان شاء الله انا متاكد من كده، وان شاء الرحمن باذن الله يكون بعد يوم 11 متألق ونجم زي ما كان ان شاء الله. توفيق حسام.